أجمل تحية لكل متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من يوم السبت المصادف للثاني والعشرين من شهر تموز يوليو إلى الجمعة الثامن والعشرين من نفس الشهر. أهم الأحداث الفلكية وهي كثيرة: انتقال أشعة الشمس من مجموعة السرطان المائية إلى مجموعة الأسد النارية فجر الأحد، وبذلك يمر مولد برج السرطان بفترة خلو مسار تستمر إلى ظهيرة الاثنين. إضافة لذلك انتقال كوكب عطارد ليلة الثلاثاء من مجموعة الأسد النارية إلى مجموعة العذراء الترابية، وعليه يمر مواليد برج الأسد بفترة خلو مسار تستمر إلى السادسة ونصف من مساء الأربعاء. نضيف لذلك انتقال كوكب المريخ من مجموعة السرطان المائية إلى مجموعة الأسد النارية، كما سنشهد اقتران فلكي خطر ما بين أشعة الشمس وكوكب المريخ، مما ينبئ بخبر تهتز له وسائل الإعلام، وقد نشهد موت شخصية مهمة. الصدارة إلى مولد برج الحمل مع ارتفاع إلى كل من العذراء الحوت والدلو، وانخفاض إلى السرطان الميزان والأسد. في بداية الأسبوع سنشهد انخفاض إلى مولد برج القوس، وفي وسط الأسبوع ارتفاع إلى كل من الثور والجوزاء، وفي نهاية الأسبوع ارتفاع إلى مولد برج الجدي مع انخفاض إلى مولد برج العقرب. الحمل قمة في النشاط والحيوية، الثور لديه لقاء مثمر، الجوزاء يوطد علاقته بالحبيب، والسرطان قلق متوتر مبعثر الأفكار، الأسد تزداد مصاريفه، والعذراء يحسم أمرا بنجاح وتفوق، الميزان يخفق مع الشريك، والعقرب لديه خبر في الطريق يسبب له القلق والحيرة، القوس يختلف مع الحبيب، والجدي يعيد من حساباته المهنية، أما الدلو فينتظر خبر سار، والحوت نحو تغيير عاطفي مفاجئ. مولود برج النمر الصيني يصاب بخيبة أمل، ومولود السنجاب الهندي عليه الاهتمام بصحته، وأخيرا مولود برج شجرة البندق الدرويدي يحقق انتصاره.